بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن هل يجوز لأغلبية ملاك المال الشائع التصرف فيه دون الرجوع للباقين وشروط ذلك؟ احنا كلنا عارفين ان بيبقى بنتعرض ان بيبقى فيه عقار مملوك لسين من الناس او شخص، ثم يتوفى هذا الشخص ويرث هذا العقار مجموعة من ورثته بيتعددوا 3 4 5 اي ما كان عدده، ويختلفوا في التصرف في هذا العقار، لا بيعرفوا يقسموه ولا بيعرفوا يتصرفوا فيه، ويجي بعضهم بيتحكم ان العقار ما يتباعش، بيحط ايده على العقار الى اخر المشكلات دي. الكتير من الناس بتلجا الى دعوه اسمها دعوه اسم او فرز وتجني، ويرفع دعوه بهذا الامر ويطلب من المحكمه ان هي تقسم العقار، كل واحد ياخد حصته الى اخر اجراءات. طيب افرض احنا النهارده اغلبيه المال الشائع اللي هو العقار دوت، والاغلبيه اللي هم يملكون كام؟ اكتر من 3/4 المال الشائع. حبوا، هل يحق ليهم او يتصرفوا في هذا العقار دون الرجوع للباقين؟ في ماده في القانون المدني رقمها 832 مدني اتكلمت عن الحكايه دي. قالت للذين يملكون 3/4 المال الشائع ليهم حق ان هم يتصرفوا في كامل المال بس بعده شروط. واحد، ان هم يكون عندهم اسباب قويه لهذا البيع، يعني واحد محتاج ان هو عايز يتعالج، عايز يسافر، عايز يشتري شقه او حسب الاسباب اللي هي عنده المحكمه اللي بتقدر. طيب ايه المفروض يعملوا؟ اول حاجه يكون ما يفيد ان هم عندهم 3/4 مال الشائع. 2، يكون عندهم اسباب قويه لبيع هذا العقار او هذا المال. ان يتم المال ده ممكن يكون سياره مثلا، تمام، ان يتم اعلان الباقين، يعني النهارده انا 3/4 وفاضل الربع، الربع ده شخص واحد لازم اعلنه، اقول له خلي بالك احنا هنبيع العقار او السياره او المال الشائع دوت كله، وانا بنبه عليك بواقعة البيع. طيب الحاجه اللي بعد كده ان لازم ننتظر لمده شهرين 2، بندي لهذا الشخص او الباقين الذين يملكون الباقي من المال الشائع لاقل من الربع، لو ربع فما اقل، ندي له فرصه شهرين، يا اما هو يروح المحكمه يعترض على هذا البيع، تمام، او يسقط بس يثبت اعلانه اعلان قانوني صحيح، او يسقط الشهرين. في الحاله دي بجيب ما يفيد ان في عدم وجود اعتراض على هذا البيع بموجب الانذار اللي بيتبعت له، الاعلان اللي بيتم في الغالب بيبقى انذار على يد محضر، واجيب شهاده او ما يفيد، او اقول ان هو يجيب لي شهاده ان هو تم الاعتراض من عدم. في الحاله دي اقدر ابيع. طيب نفترض العكس، نفترض ان اللي بيملك الاقليه اللي هم الربع فاقل من المال الشائع لجأ للمحكمة، في الحالة دي بيعمل ايه؟ ما اقدرش ابيع، استنى الملاك 3/4 يستنوا نتيجة المحكمة هتقول ايه. المحكمة في الحالة دي بتنتب خبير يتمن هذا العقار ويشوف هل مش بيتمنه، اسف، بيعرض ان هو العقار هل ممكن يتقسم عليهم ولا لا؟ يعني هل ممكن نقسم مثلا شقة على الأربعة؟ طبعا صعب، فلازم يوصل للخبير، يوصل ان القسمة لو طلعت ضرة، لو قسمنا العقار عن ضر بيه او مش هينفع يتقسم، في الحالة دي المحكمة بعد تقدير توافر تلك الشروط تقدر وتقول لا يجوز تصرف أو يجوز بيع هذا المال الشائع. نرجع للمادة رقمها 832 مدني. الفرصة الفكرة دي إن أنت ممكن لو عدى الشهرين واخترت الباقين من ملاك المال الشائع الأقل من الربع وعدى عليهم شهرين تقدر تبيع. غير دعوه اسم فرزه التجنيب لازم تستنى قبل ما تاخد اجراءاتها ويطلع خبير وبيع بالمزاد العنه الى اخره. فدي بتديك الفرصه وبتنقل فكره اللجوء للقضاء مش ليك انت، بتلجأ الى اللي يملكوه اقل من ربع المال الشائع عشان يعترضوا على هذا البيع.